في مثل هذا اليوم 20 من ربيع الأول عام 1246 للهجرة، الموافق لعام 1830 للميلاد، استولى الاستعمار الفرنسي على أوقاف الجزائر الإسلامية، وقام بتصفية الأوقاف الإسلامية لصالح الاستيطان الفرنسي، وجعلها ثلاثة أقسام: أملاك دولة، أملاك مستعمرة، أملاك محتجزة. وفي مثل هذا اليوم من عام 329 للهجرة، الموافق لعام 940 للميلاد، تولى المتقي لله الخلافة العباسية، وهو الخليفة 21 في سلسلة خلفاء الدولة العباسية. لم يكن له من الخلافة والحكم سوى الاسم فقط، وكانت فترة خلافته مليئة بالصراعات والفتن، فلم تدم فترة حكمه سوى 4 سنوات.